زار رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني عبد العزيز العنسي ومدير فرع الهيئة بمحافظة صنعاء عبد اللطيف قاضي وموظف الفرع اليوم ضريح الرئيس الشهيد صالح الصماد ورفاقه في ميدان السبعين. ووضع رئيس الهيئة ومدير الفرع والموظفون إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد صالح الصماد ورفاقه، وقرأوا سورة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة وأشادوا بمشروع الرئيس الشهيد يد تحمي ويد تبني، وذلك في بناء الدولة ونهجه ودوره في تعزيز الصمود وتماسك الجبهة الداخلية والتصدي لمؤامرات ومخططات العدوان.